بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في موضوع حساب ميل الخط المستقيم بمعرفة التغير الرأسي والأفقي. على سبيل المثال لدينا هذا الخط المستقيم، مطلوب إيجاد قيمة ميل هذا الخط باستخدام قانون أو صيغة أن قيمة الميل يساوي مقدار التغير الرأسي على مقدار التغير الأفقي أو ما يسمى بالرايز على الرن. أول نقطة للقيام بهذه العملية هي اختيار نقطتين على هذا الخط المستقيم، بحيث تكون إحداثيات هاتين النقطتين هما أرقام صحيحة. على سبيل المثال يمكن اختيار هذه النقطة، هذه النقطة إحداثياتها هي 4 و5، يمكن اختيار هذه النقطة إحداثياتها 2 و0، يمكن اختيار هذه النقطة وإحداثياتها هي 0 و-5. إذا اخترنا هاتين النقطتين بإحداثيات 2 و0 و0 و-5. الآن نشكل مثلث قائم الزاوية بين هاتين النقطتين، فيتكون لدينا بعدين لهذا المثلث. البعد الأول وهو ما يسمى بالرايز أو ما يسمى بمقدار التغير الرأسي بين النقطتين، والبعد الثاني هو الرن أو ما يسمى بمقدار التغير الأفقي بين النقطتين. حتى نحسب مقدار الرايز نحسب عدد الوحدات لهذا الضلع، فنقول هنا 1 2 3 4 5. إذن مقدار التغير الرأسي هو 5 وحدات، وبما أن الخط المستقيم يتصاعد إلى الأعلى من جهة اليسار إلى جهة اليمين، إذن تكون قيمة الرايز أو التغير الرأسي قيمتها موجبة، إذن تكون القيمة هي +5. نحسب الآن مقدار التغير الأفقي أو ما يسمى بالرن، نحسب عدد الوحدات بين النقطتين، إذن هذه وحدة وهذه وحدة، إذن مقدار التغير الأفقي يساوي 2. إذن تم حساب التغير الرأسي والأفقي. الآن نستخدم المعادلة، وهي قيمة الميل أو الأم يساوي الرايز مقسومة على الرن أو مقدار التغير الرأسي مقسومة على التغير الأفقي، ونعوض بالقيمتين. إذن قيمة أم تساوي 5/2، 5 هي قيمة التغير الرأسي و2 هي قيمة التغير الأفقي. بنفس الطريقة هذا الخط المستقيم مطلوب إيجاد مقدار ميله باستخدام الصيغة، وهي قيمة الميل يساوي التغير في الوضع الرأسي مقسوم على التغير في الوضع الأفقي. بنفس الطريقة هنا نختار أي نقطتين على الخط المستقيم، بحيث تكون إحداثيات هاتين النقطتين هما أرقام صحيحة. لاحظ تم هنا اختيار النقطة الأولى وهي -4 و6، والنقطة الثانية وهي النقطة 1 و0. الآن نشكل مثلث قائم الزاوية بين هاتين النقطتين، فيتكون لدينا ضلعين، أحدهما يسمى بالرايز أو ما يسمى بالتغير الرأسي، والبعد الثاني وهو التغير الأفقي. نحسب مقدار الرايز كم وحدة، إذا نقول هنا 1 2 3 4 5 6. إذا مقدار التغير الرأسي أو ما يسمى بالرايز هو 6 وحدات، ولكن لاحظ بما أن الخط المستقيم يتحرك باتجاه الأسفل، إذا قيمة الرايز هنا يكون بالسالب، إذا نقول مقدار التغير الرأسي هو -6. أما مقدار التغير الأفقي أو ما يسمى بالرن، أيضا نحسب عدد الوحدات، إذا هنا 1 2 3 4 5، إذا مقدار التغير الأفقي هو -5. الآن نطبق القانون، قيمة الميل يساوي التغير الرأسي على التغير الأفقي، ونعوض بقيمة الرايز والران، إذا مقدار الميل هو -6/5. لاحظ هنا مقدار الميل إشارته إشارة سالبة.
لو كان لدينا هذا الخط المستقيم وهو عبارة عن خط أفقي، ومعادلته ببساطة هي y تساوي 3، بمعنى القانون الخاص بهذا الخط المستقيم قيمة y تساوي 3. لاحظ هنا نفس الطريقة، نختار نقطتين على الخط المستقيم ولتكن النقطتين 1 و3 والنقطة الثانية هي 4 و3. نحسب مقدار الرايز. لاحظ لا يوجد تغير رأسي كون هذا الخط خط أفقي، إذا مقدار التغير الرأسي هو 0. أما بالنسبة لمقدار الرن فنحسب عدد الوحدات بين النقطتين، هذه وحدة 2، إذا يوجد 3 وحدات، إذا مقدار التغير الأفقي هو 3. نطبق القانون، قيمة الميل يساوي التغير الرأسي على التغير الأفقي. بما أن قيمة التغير الرأسي هو 0 والتغير الأفقي 3، إذا 0 مقسومة على 3 تعطينا 0، إذا مقدار ميل هذا الخط المستقيم هو 0. دعونا نجد مقدار ميل هذا الخط الرأسي وهذا الخط ببساطة، معادلته هو x تساوي 2. بنفس الطريقة هنا نختار نقطتين على الخط المستقيم، ولتكن النقطة الأولى هي النقطة ذات الإحداثيات 2 و5 والنقطة الثانية النقطة ذات الإحداثيات 2 و1. نحسب مقدار التغير الرأسي ونحسب مقداره، إذا هذه 1 2 3، إذا يوجد 4 وحدات للتغير الرأسي. أما بالنسبة للتغير الأفقي لا يوجد تغير أفقي كون هذا الخط خط رأسي، إذا مقدار التغير الأفقي هو 0. لو طبقنا القانون، قيمة الميل يساوي التغير الرأسي على التغير الأفقي، إذا قيمة التغير الرأسي هو 4 والتغير الأفقي هو 0، وعندما نقسم أي رقم صحيح على 0 تكون القيمة قيمة غير معرفة. إذا لاحظ هنا كملخص نقول إذا كان الخط المستقيم يتصاعد من اليسار إلى اليمين تكون قيمة الميل قيمة موجبة، أما إذا كان الخط المستقيم يهبط باتجاه من اليسار إلى اليمين فتكون قيمة الميل بالسالب، أما إذا كان الخط المستقيم بالأساس خط أفقي فمقدار الميل هو 0، أما إذا كان الخط المستقيم هو عبارة عن خط رأسي فنقول بأن الميل غير معرف undefined. إذن هذا كل ما يتعلق بعملية حساب مقدار ميل الخط المستقيم من خلال تعيين نقطتين على هذا الخط وتطبيق المعادلة قيمة الميل يساوي التغير الرأسي على التغير الأفقي. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.